أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان اليوم الاثنين الموافق 27 مارس للعام 2023، وتتابعون في جولة اليوم: خليل دوغورشو المدير التنفيذي لمحلية الجنينة يكشف هدوء الأوضاع في منطقة تندلتي. والصحفي والمحلل السياسي عثمان ميرغني نلتقيه في حديث حول لماذا اتفق أطراف العملية السياسية على مجلس سيادي متعدد وليس واحد. وفي جولتنا أيضا الكاتب والمحلل الصحفي عبدالله رزق نلتقيه في حديث حول الإصلاح الأمني والعسكري. وأيضا القيادي بحركة تحرير السودان قيادة مناوي آدم عبد الرحمن جدة يكشف موقف الحركة من ورشة الإصلاح الأمني والعسكري. ونختم جولة السودان اليوم مع نائب رئيس حركة تحرير السودان قيادة عبد العزيز الحلو جوغوت ميكوار مرادة حول مشاركة الحركة في الحكومة المدنية إذا ما تم التوصل إلى اتفاق. كالعادة نبدأ جولتنا بعناوين الأخبار. أحييكم أعزائي المستمعين وأقدم لكم فيما يلي موجز بأهم عناوين الأخبار في راديو وتلفزيون دبنجة ليوم الاثنين 27 مارس 2023. الناطق الرسمي باسم العملية السياسية الأطراف المدنية والعسكرية تسلمت مسودة الاتفاق النهائي التي تضم 6 أجزاء و5 بروتوكولات ملحقة. مسودة الاتفاق السياسي تنص على عضوية البرهان وحمايته في مجلس الأمن والدفاع وترشيح الوزراء بواسطة القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري. حركة تحرير السودان قيادة مناوي تجدد رفضها للاتفاق السياسي النهائي ولورشة الإصلاح الأمني والعسكري وتعلن عن خيارات لمواجهة الاتفاق. الحركة الشعبية الشمال قيادة الحلو الانفلات الأمني والانتهاكات الممنهجة محاولة من الأجهزة الأمنية للبقاء في السلطة. جاغود مكوار نائب رئيس الحركة الشعبية يتوقع حدوث فجوة غذائية في مناطق سيطرة الحركة الشعبية بسبب فشل الموسم الزراعي. ورشة الإصلاح الأمني والعسكري تواصل جلساتها المقلقة لليوم الثاني، والمحلل السياسي عبدالله رزق يقول أن عملية الإصلاح العسكري تتضمن للمكون العسكري البقاء في السلطة لأطول وقت. مبادرة مفقود تكشف عن تقديم طلب للنائب العام لتسريع إجراءات دخول فريق التحقيق الأرجنتيني وتؤكد تقاعس وزارة الخارجية. المحامي نبيل أديب ينفي صلته بأي تصريح يتعلق بالفريق الأرجنتيني ويؤكد أن الأمر من اختصاص لجنة المفقودين. الناطق الرسمي باسم الحزب الشيوعي فتح الفضل يكشف عن تعرضه لتهديدات متكررة بسبب تصريحاته حول الخلافات بين قادة الانقلاب. المحلل السياسي الدكتور الفاتح عثمان يقول اتفاقية جوبا فرضت تشكيل مجلس سيادة متعدد الأعضاء ورئيس تحرير التيار يعتبره اجترار للتجارب السابقة. لجنة تنمية المرأة في إعلان الحرية والتغيير تناقش استحقاقات النساء الواجب تضمينها في مؤتمر الإصلاح الأمني والعسكري. المدير التنفيذي لمحلية تندلتي يؤكد عدم القبض على المتهمين لوجودهم خارج الحدود وينفي وجود أي حشود تهدف للهجوم على المدينة. المدير التنفيذي لمحلية تندلتي يكشف عن لجوء أكثر من 500 من النساء والأطفال إلى تشاد ويدعوهم للعودة إلى ديارهم. حكومة شمال دارفور تقر بالفجوة الحادة في خدمات المياه والصحة بمعسكر سورتني بشمال دارفور وتعلن عن حلول إسعافية وجذرية. فشل مبادرة توحيد طرفي المجلس الأعلى نظارات البيجو والجناح أدروب يدعو لفك الارتباط مع كافة التحالفات المركزية. حريق بمنجم الزلطاية بمحلية رشاد يقضي على سوق المنطقة ويخلف خسائر كبيرة في الممتلكات.
حريق يقضي على 22 منزل في منطقة السردابة بمحلية الخوي بولاية غربي كردفان. المنتخب السوداني يواجه نظيره الجابوني في إطار تصفيات كأس الأمم الأفريقية مساء اليوم بإستاد الهلال بالخرطوم، بطولة لكرة القدم في مدينة الجنينة بولاية غرب دارفور لتعزيز التعايش السلمي وبناء السلام بدعم من الاتحاد الأوروبي. أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان اليوم، والبداية بولاية غرب دارفور والتي شهدت أحداث الأيام الماضية في منطقة تندلتي، حيث أكد المدير التنفيذي لمحلية الجنينة الأستاذ خليل حامد دقرشو هدوء الأوضاع الأمنية بوحدة تندلتي الإدارية التابعة لمحلية الجنينة. المزيد في حديثه لبرنامج جولة السودان. والله أستاذ محمد، المنطقة تندلتي هي الآن الحمد لله يعني بعض الأحداث اللي شهدتها المنطقة في اليوم الخميس والجمعة، الأوضاع الأمنية الآن مستتبة تماما، يعني ما في حاجة يعني بتعكر صفو المواطنين. صحيح في عدد مقدر من المواطنين، يعني معظمهم من النساء والأطفال، لجوا للجارة جات في منطقة كفرن، والآن نحن يمكن بعد زيارتنا للمواطنين يوم الأحد مع السيد الوالي ولجنة أمن الولاية في منطقة كفرن، يعني احنا برضه شاكرين ومقدرين لهم في دولة تشاد على استضافتهم لناسنا وتقديمهم لهم الخدمات المطلوبة. ويمكن طوال احنا يعني تحدثنا مع المواطنين وهم ذاته يعني يمكن استمعنا لهم ووضحنا لهم ان المنطقة آمنة، والكلام اللي بيتقال ده عبارة عن إشاعات وشائعات كلها يعني في مغرضة في سبيل انه الناس ينزحوا ويجوا ويخلوا بلدهم، مع انه الشيء اللي حصل في تندلتي يعني حقيقة هو حصلت بعض الأحداث ولكن ما يعني ما 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 يعني ما 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 قدر الكلام اللي بيتقال في الاعلام باعتبار انه المنطقه حصل فيها وحصل فيها الحياه اللي حصلت فيها حياه طبيعيه ومشاكل كعاده بتحصل المشاكل، لكن برضه في المقابل في عدد كبير من الناس موجودين ما لجأوا ولا نزحوا من مناطقهم، موجودين في احيائهم ومارسوا حياتهم الطبيعيه، والقوات يعني منتشره في المنطقه وفي كل الاحياء وفي كل المواقع الحيويه اللي قواتنا موجوده فيها. يعني طيب الإحصائية، الناس اللي لجأوا لتشات كم بحسب إحصائياتكم انتم؟ والله احنا عندنا لجنه بتاعت حصر للناس دي لحد الان ما خلصت، لكن برضه يعني العدد مقدر، يعني يمكن يعني العدد كبير يعني اكثر من 500 شخص. وطيب الجهود اللي ممكن تتعمل عشان يرجعوا شنو الآن؟ والله هي الان يعني فقط هم الان الناس دي طلبوا فقط الامن، والامن الان متوفر في المنطقه وما في اي يعني كل الناس دي اللي وداهم الخلاهم يلجوا وهي الاشاعه، يعني في مؤتمر الناس صحفي دي اتعمل، يعني اجتمعوا الاشاعات يتورى انه في مؤتمر صحفي اتعمل امس في الخرطوم من لجنه اسمها لجنه التنميه التندلتي، بيتكلم عن انه في استعدادات وحشود في مناطق سموها زي ارمنكول ومناطق تانية للهجوم على تندلتي مجددا. ما مدى صحة المعلومات؟ الكلام ده ما صحيح، الكلام ده ما صحيح. نحن قواتنا دي عملت تمشيط للمنطقة وعاملة تمشيط للمنطقة متمركزة خارج المنطقة، ما في أي حاجة. كل ما يغال من كلام ده كله عبارة عن إشاعات، كلام ما عنده أي أساس من الصحة. طيب وزي قاعد في الخرطوم ونحن قاعدين في تندلتي، يعني الإشاعات دي يكون طيب الكلام ده بيجيبه من وين يعني؟ ما في كلام. الرسالة اللي ممكن توجهها للمواطنين شنو الآن أنت بتبارك المدير التنفيذي؟ والله نحن رسالتنا للمواطنين أنه المنطقة الآن هي منطقة آمنة، والقوات الأمنية موجودة ومنتشرة في كل أنحاء الوحدة الإدارية، وفرضت هيبة الدولة ومنعت كل الظواهر السالبة اللي كانت موجودة في السابق. ما نرجوه من المواطنين أنه الناس ما يلتفتوا للشائعات، والناس يرجعوا لبيوتهم ويكونوا موجودين يمارسوا حياتهم الطبيعية، لأن الحاجة اللي حصلت دي عبارة عن يعني مشكلة يمكن حصلت صغيرة. ومنطقة تندلتي منطقة بتاعت التعايش، عبارة عن سودان في موجود فيها كل مكونات السودان. فنحن رسالتنا أنه الناس المواطنين الآن الموجودين في الجارة جات في منطقة كفرن يعودوا لأحيائهم وبيوتهم، وبعد ذاك برضو نحن أشد دارين برضو الناس يتعاونوا مع السلطات الأمنية الموجودة معاهم هناك ويبلغوا عن أي زول ورد اسمه وطالع في مسألة الأحداث بتاعت تندلتي دي يتم القبض عليه عبر البلاغات. بعدك برضه تم تكوين لجنه يعني للتحقيق في ما حصل في الايام الفاتت مع كل القوات النظاميه والمواطنين، وبرضه يعني البحث عن الحقائق
اللي هي بقت سبب اساسي في ان المشكله تحصل يوم الخميس يعني. طيب هل تم القبض على أي من المتهمين؟ والله الان برضه احنا الان يعني المواطنين بدوا يعودوا، والورد اسمائهم معظمهم موجودين في يعني يمكن خارج الحدود، يمكن برضه احنا برضه زي ما قلت لك قبل في ناس ما دايرين البلد تستقر وما دايرين البلد تكون امنه ومطمئنه، لكن ان شاء الله نحن يعني سلطاتنا موجوده، ومتى ما اي الورد اسمه في بلاغ بيتم القبض عليه، ولا تهاون في المساله القانونيه، لانه في النهايه نحن برضه يعني ضد ان الزول يشيل حقه بيده، لابد في ان كلنا نحتكم للقانون، وهو القانون يكون فيصل بيننا ان شاء الله. أهلا ومرحبا بكم المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم. وفي الراهن السياسي، أعلنت الأطراف الموقعة انتهاء العملية السياسية، حيث اتفقت الأطراف الموقعة على الاتفاق الإطاري على تكوين مجلس سيادي متعدد وليس مجلس سيادي واحد. جولة السودان التغت الصحفي والمحلل السياسي عثمان مرغني، وسألناه ما هي دلالات اتفاق الأطراف الموقعة على مجلس سيادي متعدد وليس شخص واحد. تجربة مجلس السيادة هي تجربة بدأت في السودان منذ ما قبل استقلال السودان في ديسمبر 1955، وكانت في ذلك الوقت تمثل حل لبعض القضايا السياسية والأزمات السياسية التي مر بها السودان في الفترة قبل الاستقلال مباشرة، وعليه تم توزيع مجلس السيادة بين الحزب الحاكم والمعارضه، وكان هناك مقعد واحد لجنوب السودان، وكان ذلك التمثيل يعني حل لمشكله سياسيه قائمه في ذلك الوقت. لكن استمرت هذه التجربه مره اخرى بعد اكتوبر 1964، ثم بعد الانتفاضه في سنه 1985، والان استعيدت مره اخرى بعد ثوره ديسمبر 2019. وفي تقديري في كل هذه المرات لم يكن هناك محاولة لدراسة جدوى أن يكون هناك أكثر من رأس للدولة في نفس التوقيت، دون أن يكون هناك أي معيار تمثيلي لهذه التعددية في رأس الدولة. واستعيدت هذه التجربة أخيرا بعد الثورة بصورة تلقائية، دون أيضا محاولة تمحيص لماذا استخدم رؤوس متعددة، ووصل الأمر بأن تطور مجلس السيادة من 5 أشخاص في الماضي إلى 11 شخصا بعد ثورة ديسمبر، ثم 14 بعد توقيع اتفاق سلام جوبا، دون أن يكون هناك أي تمثيل حقيقي لمفردات في المجتمع أو سياسية يمكن أن تبرر وجود هذه الرؤوس. الآن الاتفاق على أن يكون هناك مجلس سيادة متعدد هو فقط اكرار لتلك التجارب، وليس هناك أي بعد أو أي تقصي لجدوى مثل هذا الأمر. كل الذي يحدث هو أن اتفاق السلام في جوبا الذي وقع في جوبا يفرض على مجلس السيادة 3 ممثلين للقوى التي كانت تحمل السلاح والتي وقعت اتفاق السلام، فأصبح من الضرورة أن يكون هناك أكثر من رأس للدولة، ليس هناك أي تبرير أكثر من هذا. ونبقى في هدوء الأوضاع في منطقة تندلتي. جولة السودان التغت العمدة آدم كامبوت ليطلعنا على آخر الأوضاع داخل منطقة تندلتي. والله الآن هنا الحمد لله يعني أنا قاعدين في منطقة الآن في كفرون، يعني أنا في منطقة كفرون، وأمي كانت طبعا جاء الوالي المهم فشل المنطقة مأمنة، والناس تحاول دون باقينا بيردو كده، وهسه جينا قاعدين نرجو الجماعة والأعلام هنا في منطقة كفر. يعني هسه الأوضاع استقرت يعني بقى ما في هجمات؟ نعم نعم استقر، لا لا استقر من الهجمات، ده كان الهجمات ده كان هسه يوم الجمعة، هسه الفروقات وكده، وبعد ده كمان خلصت من يوم الجمعة وسبت الليلة ده ولغاية الليلة فين ده كويس ما في حاجة. يعني هسه الناس كلهم بدأوا يرجعوا؟ جزء برجع والله، طبعا في ناس مطمئنين برجعوا، في ناس ما مطمئنين وقاعدين برجعوا وقاعدين ماشيين. وهل في يعني هسه نشر قوات في المنطقه؟ دي قوات، اي نعم دي قوات كثيره، وهي كل محيط عربات وكده يعني مؤمنه. العدد كبير بتاع القوات؟ نعم عدد كبير، ايوه في حركات وفي الحكومه برضه كلها موجوده.
مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم. وفي شأن آخر، بدأت في الخرطوم أعمال ورشة الإصلاح الأمني والعسكري بمشاركة واسعة من السياسيين والعسكريين كآخر ورشة في مؤتمرات القضايا الخمسة العالقة في الاتفاق الإطاري الموقع في 5 ديسمبر الماضي. جولة السودان التغت الكاتب والمحلل الصحفي عبد الله رزق للحديث عن هذه الورشة. كما قلت سابقا فإن موضوعات هذه الورش والتي تم استبعادها من الإطار من الاتفاق الإطاري هي موضوعات جوهرية، جوهر قضايا الثورة، وهي كانت موضوع خلاف كبير، وهي قضايا أساسية لا يمكن التقدم إلى أمام دون التوافق حولها. ولذلك تم تصميم هذه الورش بقرب الوصول لاتفاق حول هذه القضايا من خلال النقاش أو الحوار بين الأطراف المعنية. حتى الآن إن التوصيات الورش الأربعة الأخرى لا يبدو أنها حققت رضا تام لكافة الأطراف المعنية، خاصة أن بعض القضايا المستوى الخلاف فيها حاد بشكل كبير، سواء كان فيما يخص تفكيك نظام 30 يونيو أو فيما يخص العدالة الانتقالية، وهذه قضايا لا يمكن الحدوث توافق فيها بين من هم مع الثورة وبين من هم على النقيض منها. ولذلك فإن هذه التوصيات التي ستضمن في الاتفاق النهائي الذي ستوقع عليه الأطراف مطلع المقبل لا يعتقد بأنها قد عالجت بشكل مرضي كافة قضايا الخلاف الجوهرية التي تنطوي عليها الأجندة الخمس. وتبقى الورشة الأخيرة متعلقة بالإصلاح الأمني والعسكري، هي تصل بموضوع حساس للغاية، وهو ما جعل أنها تتأخر في سلسلة الورش، ويدور كلام كثير حول كيفية عقد الورش، بمن تحضر تلك الورش، من يقدم الأوراق المتعلقة بها، من يشارك فيها. يبدو أن كثير من القضايا الإجرائية المتصلة بهذه الورشة قد كانت محل نقاش واسع بين الأطراف المعنية، واللي استقرت في الآخر بما سمح ببدء هذه الورشة. حتى الآن ما رشح من هذه الورشة على لسان فريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة هو أن عملية الإصلاح الأمني والعسكري عملية طويلة وتحتاج لزمن طويل. ونبقى في ورشة الإصلاح الأمني والعسكري. جولة السودان التغت القيادي بحركة جيش تحرير السودان قيادة مناوي آدم عبد الرحمن جدة لمعرفة رأي الحركة حول هذه الورشة. شوف احنا اول حاجة شكرا على الفرصة وشكرا على السؤال. الورشة المقام ولو جاري الآن قامته، وحقيقة احنا ما معنين به، وورشة بالنسبة لنا طبعا ورشة ما مفهومة، وورشة قايمين به هو جهات حتى غير وطنية، يعني علاقتهم شنو بالقضايا الأمنية؟ يعني الحياة الأمنية دي المفروض تكون الجهات الاختصاص، يعني ممكن في السودان نفس الوضع الموجود طبعا في الشهيد طبعا الجيش والدعم السريع والحركات الموقعة للسلام ممكن عندهم الدور، لكن الجهات الناس المشاركة دي هل عندها علاقة بالجيش ولا عندهم علاقة هل كلها سهيتها وانا الجيش عندهم موصلين لهم والآخر انه دعموا سهيتهم موصلين، لكن وين الجهات الثانية السنية؟ فأنا ما برضو ما 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 ما, ما عارف فيه طبعا في جزء من الرفاق في ما 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 المجموعة دي، لكن الناس الأساسيين وين الناس اللي عندهم قوات على الأرض وين؟ فهي دي طبعا بالنسبة لنا هو واضح، وإحنا ما معنيين بالورشة طبعا ده ولا يعني ولا مستعدين انه يعني نمشي في اتجاه بتاع ورشه، ولا ذاته يعني مقتنين بنتائج حقته. فراينا واضح، يعني راينا واضح، يعني انه العمليه الهستجاريه دي كلها عمليه فيها نوع من التعامل على الدوله السودانيه، وفي نوع من الاستئجار، وفي نوع من القصف، يعني
بمصير الآخرين بشكل أو آخر. هم يعني دايرين هم يخطفوا القرار السياسي بشكل يعني باستعانة دولية، باستعانة بالأغراض يعني ممكن لمصالح جهات معينة وأفراد. نعم فعشان كده احنا ما مانعين من الكلام كله. نعم. طيب يعني رأيكم شنو برضه فيما يتعلق بالاتفاق النهائي، المصدر بتاعت الاتفاق والدعوات اللي قدمها البرهان يعني بشكل صريح، يتكلم انه دعا كل الاطراف الموافقين على الاتفاق ده انه ينضم، وكرر الكلام ده برضه الناطق الرسمي باسم العمليه السياسيه خالد فيليك، يتكلم برضه فيما يتعلق ب انه الناس ينضموا، كل الناس الموافقين من القوى الاخرى ينضموا للاتفاق الاطاري. فانتوا رايكم شنو؟ احنا راينا واضح، وفي احنا اصدرنا بيانات على مستوى التنظيمات المنضبطه تحت الكتله الديمقراطيه، وبرضه في اكثر من بيان من الكتله الديمقراطيه انه احنا ما معنيين بالحياة الماشيه ده، لانه ما مقتنعين به. العمليه التامه ده عمليه وفاديه، وان في ناس في جهات بتاعت المجلس المركزي وهم مصرين انه يعملوا حياتهم بشكل هم دايرينه، وهم يخطبوا قرار سياسي، وهم يتكلموا عن النيابه عن الشعب السوداني بشكل هم دايرينه. فما دي ما طريقه المصلحه، وما طريقه اللي احنا دايرينه، او ما طريقه المفترض انه تتم فوق عمليه سياسيه في السودان. لان سياسه السودان طبعا بتواهيناته بقضاياه بناسه، ومفترض انه ناس يعني يشركوا الناس بشكل اللي اي دول يجد نفسه يعني. فحكايه الاختطاف القرار السياسي والاستبداد السياسي اللي عهده انتهى. فهم الاتحاد السياسي هم الناس الاخوه، هم يتحملوا مسؤوليته يعني. احنا ما مانعين. فعشان كده كل الخيارات مفتوحه عندنا، كل الخيارات مفتوحه عندنا، انه احنا ما يعني ما مانعين بالعمليه السياسيه الجايه دي، واسبابنا وراينا للراي العام واضح يعني من اوله لاخره. فالناس لو جات جلست بشكل واضح بشكل شفاف. طيب انت ذكرت بمشاركه كل الناس بشكل واضح، ما عندنا مانع. دون ذلك طيب احنا ما مانعين بحاجه. ايوه طيب انت ذكرت انه الخيارات مفتوحه، يعني الخيارات بتاعتكم الخيارات اللي موجوده مقرونه، احنا ننشد الاتفاقيه ده بوسائل السياسيه ووسائل الجماهير والشعب السوداني كله رافض مثلا الماشي دي تعامل على الشعب السوداني. فمثلا دي حقيقه يعني ما احنا وجماهير الشعب السوداني تسقط العمليه دي في 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 ما حدا. عشان كده احنا ما يعني احنا ما مستعجلين ليه ذاته، واحنا نعده قده مع الاخرين بانه مثلا تحت الشغل السياسي، الشغل العمليه السياسيه اللي هسه المعامله السياسيه تبنيه المعامله السياسيه تم ده، دي ممكن تكون يعني مولود يعني اجحت يعني في مهدي. عشان كده ما احنا يعني بجد يعني نضحك على الناس اللي هم يعني في عهدي هسه احنا مارين فوق ده يشتغلوا شغل سياسي بالشكل الساذج يعني. فبالتالي احنا يعني مارين بالثوره بمراحلها مختلفه، وعندنا 20 سنه نقاتل في الثوره دي، وعارفين الشغل السياسي يتم كيف، وعارفين انه حقوقنا ترجع كيف، وعارفين انه وقبل كده واجهنا ازمه الدكتاتوريه بسلاح بمواجهات كبيره اكبر من ده بكثير. فاحنا حقيقه يعني دي عمليه بسيطه جدا بالنسبه لنا، لانه احنا الغرض الاساسي احنا من اجل سن السلاح، وقاتلنا ودحينا يعني قدمنا تدفئة الاف من اطفال الشهداء ومن ملايين من النازحين وتشرد وفقد يعني ممكن تكون الجزء عصيب جدا من الشعب من السودان ده كله. سووا تغيير يعني هل الهجرين مثلا في مجموعه صغيره لا يمثل 1% او 0.5% يعني من الشعب من الاولاد او من القوى السياسيه، هم انهم يختطفوا قرار سياسي يشتغلوا شغل هم بشكل دايرينه مع ما 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 جهات دوليه اللي عندها مصالح خاصه بهم يشتغلوا شغل اداره، حقيقه هي ما بتمر مرور الكرام. والدليل ممكن المستقبل السياسي او الشارع السياسي او يعني المستقبل القريب تتضح الرؤيه بشكل كامل للشعب السوداني. نعم. طيب فيما يتعلق بالدعوات، برهان فريق البرهان قدم دعوه انه تنضموا للعمليه. انا شخصيا ما اعلم الكلام ده، الجهات اللي كانت تقدم دعوات الجهات الوساطه العليا السياسيه بتاعتي هم الناس المعنيين بالكلام ده. اسي بقت في دور عسكري واضح في العمليه ده، حقيقه هم ده شان معنيين يعني. هم اللي بيقدروا يشتغلوا علاقات عامه كبرهان ولا جهات ثانيه بيقدروا يشتغلوا علاقات عامه لشغل العمليه السياسيه الفاشله دي من شانهم.
انا لا عالم بالدعوات يعني. انا شخصيا ما عندي اي خلفيه عن الدعوات اللي قدمت للناس كويس، اي لا، ولكن هو في خطابه، المساله دي ما هو في مساله دي خطابه في خطابه يعني طالب الاخرين انه يجي ينضموا للاتفاق، فانت رايك هو كلامنا ما جديد يا استاذ، هو كلامنا ما جديد. في النهايه الناس يعني الفريق برهان كان يطالب باشراك كل الناس، كل الشعب السوداني، ده كلام كان موجود في الكتابات القديمه. انا لا انا 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 غير انا ما 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 دي فرصه انه اتابع الكتاب الاخير بتاعت الورشه الاخيره، لكن الكتاب كان قاعد يقول كلام مختلف من كلام اللي تقوله ده، انه هو قاعد يقول انه الناس المفروض تكون الناس كل الشعب السوداني او كل القوى السياسيه الفعاله يشارك معنا مصر وطني، ده كلام قاعد يقول فوق يعني. فجد شنو انه هو غير، حتى لو انا طبعا ما لقيت المضمون، لكن لو قال الكلام ده جد شنو يعني، جد شنو، هل الكلام ده فيه كل الشعب السوداني عشان الناس او هل فيه اشتراك كل القوى السياسيه فايده؟ فبالتالي احنا الكلام ده كلها ما عندها ما عندها ما عندها ما عندها قيمه كبيره بالنسبه لنا. ونختم جولة السودان اليوم مع نائب رئيس حركة تحرير السودان جوجوت مكوار مرادة حول مشاركة الحركة الشعبية في الحكومة المدنية إذا تم التوصل إلى اتفاق. مرحبا بك. وببدأ سؤالي معك، يعني يمكن الساحة السياسية الآن في السودان بتمر بحراك محموم والناس في تسابق للتوصل لتسوية سياسية لطي الخلاف والأزمة السياسية الماشية الآن في البلاد، فأنتوا في الحركة الشعبية هل ستوقعون أو ستفاوضون حكومة مدنية إذا أفرزت المفاوضات الماشية الآن بين القوى السياسية والمكون العسكري لتوقيع الاتفاق الإطاري؟ فهل ستفاوضون الحكومة المدنية؟ أكيد نحن الحركة الشعبية موقفنا واضح، ولما ثورة ديسمبر قامت نحن قررنا بأن نحن ما نفوض مع العسكر، لكن نحن هنفوض مع حكومة المدنية أو الحكومة الانتقالية إذا المواطنين رضع عن الحكومة التي تتم تشكيلها. فأما 2019-18 فعلنا ذلك، عملنا انجمن يعني، عملنا بدينا التفاوض مع الحكومة، كان شراكة حكومة مدنية. ونحن جينا توقفنا بعد الانقلاب بتاعت 25 أكتوبر، بعد الجيش قام بالانقلاب، هو قائد الجيش عمل الانقلاب ضد المدنيين واعتقلوا أبرياء المدنيين هي حكومة دمدوق والطاقم بتاعته الوزارية، وعلن إمرجنسي على الطوارئ في الدولة. ونحن كحركة شعبية نحن وقفنا، ونحن قلنا ما بنواصل في التفاوض لأنه ده انقلاب ضد الحكومة الشرعية، وبرضو ده إعلان حرب بالنسبة لنا حركة شعبية، ده حرب ده لما تعلن إعلان طوارئ على مستوى الدولة، معناتها وجهت القوات الأمنية ووديتهم سلطات وصلاحيات يضرب ويقتل يحجم أي قوات تتحرك أي حاجة. عشان كده نحن حركة، نحن قررنا وموضوعنا ثابتة بتاعت نحن ما بنتفاوض مع العسكر خالص للإطلاق، لكن إذا في حكومة مدنية انتقالية أو الحكومة اللي يمكن يتفق عليه الاتفاق الإطاري إذا نجحوا، إذا أنا قلت إذا نجحوا وقدر يكون حكومة حقيقية والجيش طلع من المسألة السياسية وترك الفرصة للمدنيين كحكومة مدنية، فقد ده موقف الحركة الشعبية علناها. وثم أكرروا بأن هنا الحركة الشعبية ملتزم يتفوض مع الحكومة المدنية التي تأتي بعد الاتفاق الإطاري إذا جمعت عليه الشعب السوداني، والحركة أكيد يبدأ التفاوض على الفور. بهذا المستمعون الكرام نصل بكم إلى ختام جولة السودان اليوم، قدمناها لكم من راديو وتلفزيون دبنجا. حتى الملتقى، لكم تحياتي وتحايا الفريق العامل، إلى اللقاء. راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا. أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.